احتفل في كنيسة الفادي الإنجيلية الأسقفية العربية بعمان بخدمة رسامة الشماس وديع الفار إلى رتبة قسيس، حيث ترأس سيادة رئيس الأساقفة المطران سهيل دواني هذه الخدمة بحضور جمع من المدعوين. إلى المزيد. ترأس سيادة رئيس الأساقفة سهيل دواني مطران الكنيسة الإنجيلية الأسقفية العربية في الأردن والأراضي المقدسة خدمة رسامة الشماس وديع الفار إلى رتبة قسيس بمعاونة القس فايك حداد راعي الكنيسة ولفيف من الكهنة من الأردن والأراضي المقدسة، حيث التأم جمع من المدعوين ومحبي وذوي الشماس في كنيسة الفادي الإنجيلية الأسقفية العربية بجبل عمان ليحتفلوا بمراسم السيامة. فدفع إليه سفر أشعياء النبي، ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه: روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسري القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة. وخلال القداس رفعت الصلوات وقدمت القراءات الخاصة بهذه المناسبة، حيث تلا سيادته نص السيامة معلناً أن الشماس وديع الفار قد سيما كاهناً قسيساً على مذبح الرب. قدس الطعام أن تعرى بكلمة الله وتخدم الأطباء المقدسة للجماعة التي تعين عليها قانونيا. بنعمة ربنا يسوع المسيح نقدم لكم خادم الرب القس وديع الفار. وتلا القس نائل أبو رحمون نص العظة التي جاء فيها: إن الرسامة هي احتفال بإقامة كاهن جديد في حقل الرب وخادم للكلمة والكنيسة، والاحتفال اليوم بتقديم الشماس وديع ذاته لخدمة الرب وشعبه ليكون كاهنا للأبد على رتبة ملك صادق. فكن على مثال تيريزيا الصغيرة، الحب في الكنيسة، الحب في الرعية، الحب في المجمع وبين إخوتك الرعاة. أصلي حتى يباركك الرب يا أبونا وديع، ويحرسك ويضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك، يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك الفرح والسلام. وفي ختام الصلاة هنأ سيادة المطران والأخوة القساوسة وجموع المدعوين القس وديع الفار، متمنين له خدمة مباركة ومثمرة في كنيسة الرب. طبعاً بعد رسامته لرتبة الكاهن أو القدسية، والآن هو طبعاً يخدم في كنيسة المسيح، ونشكر الله لأنه الرسامة طبعاً وقعت في يوم العنصرة حلول روح القدس، ونسأل ونصلي من أجل روح القدس، استدعاء روح القدس يكون مع الخادم الجديد ويقويه ويرشده في مهمته وفي خدمته القادمة. فأنا بشكر ربنا عشان أعطاني هاي الدعوة، دعوة أخدمه أكون شريك بهاي الخدمة عشان أقدر أوصل لأولاده وبناته كل مكان، أرعاهم، أدير بالي عليهم، أشارك بالأسرار، ومن خلالها نقدر نوصل لشعب ربنا. فأنا بشكر الكنيسة، بشكر رئيس سقفتنا عشان دعمني بهاي الدعوة، الرعاة كلهم، وقدرت أوصل لهذا المكان بنعمة ربنا ورعايته ورعاية الكنيسة، وبطلب أنكم تذكروني بصلاتكم عشان أقدر أكمل هاي الخدمة اللي انطلبت إلها. آمين.